واش عيسى عندك صاحبك جديد واقيل؟ السلام عليكم. سلام خويا العزيز، واش راك لاباس اصحابي؟ راك مليح شويه؟ الحمد لله. دبرت فيها صاحبك جديد من عنابه؟ مرحبا بك، اهلا بك. ترواجو راه ما تقول ليش جيت من عنابه ترواجو؟ يعني شفت في الفيسبوك بلي انا حاصلين، قلت بعيد الحال ما نجيبش. ما شاء الله عليك خويا، ثلاث ايام وانت معنا هنا يا خويا. الله يبارك. الشرطه اللي معاك وجهك، الشرطه اللي معاك من نهار الاول. الشرطه راك معنا ثاني؟ الشرطه تما واحد الدار. انا بعيد الحال. ما شاء الله عليك خويا، ما شاء الله عليك، ما شاء الله في ميزان حسناتك خويا العزيز، الله يسترك خويا. راوند 1 فايت. اليوم الأخير من العمل، وبعد تعب كبير ورغم مرور الأيام، إلا أن الفريق لم يفقد تلك الرغبة وتلك الأجواء المرحة. فعلاقة قوية وأخوة كبيرة تكونت من خلال هذه المغامرة، وهذه الأجواء تلخص كل شيء. الأمور بداخل المنزل بدأت تتضح رغم الحركة الكبيرة التي كانت بالداخل، إلا أن كل شيء كان في مكانه، وهذا لوضع آخر اللمسات وآخر الرتوشات من أجل تسليم بيت في أحسن حلة وتفقد كل الأمور بدقة. أحكم أحكم اللي تحلو فاشل. صارف صارف هاك اشرب، جوز جوز ليه جوز ليه. لا لا رضوان رضوان تحكم زعما. جوز جوز شكرا مدام، شكرا شكرا شكرا. ماشي سخانه تلمون سخانه ولو يتمهبلوا بالماء. ها مدام جبتينا كامل دوزان ديتيرجون وجبتينا جوج شويه لي سيربيير. جبتي لي سيربيير ثاني مليحه، لي سيربيير ثاني شويه لي بالي. جبتوا لي بالي ثاني؟ هاي الهضره هاي الهضره مليحه.